السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم حبيت نشارك معكم ندير واحد الفيلم. شنو غادي ندير انا في نهاري وكيفاش غادي يكون نهاري من اوله للاخر ديالو؟ كيف ما كتشوفوني انا دابا كاين هنا في شونجيليزي، بان لكم الدنيا هنا عامره، هنايا الدنيا عامره اليوم تبارك الله، ما شاء الله الدنيا عامره من جميع الاجناس. المهم نكمل معكم الفيديو ونغنوليكم ان شاء الله فين غنمشي. كيف ما كتشوفوا انا نفسي بصراحه انني انكم تدوروا معايا وتشوفوا معايا بلاصه هنا الطوموبيلات واعرين. هنا بنخش ناخد دش ونروح. تبي ناخد دش؟ يلا. انت مجنون. كيف ما كتشوفوا البنات بان تبارك الله اليوم السبت، فما نقولش لكم على الدنيا تبارك الله عامره عامره عامره. وتلقى هاوي هنايا، شوف هذا الفيلو، هذا البنات هنايا كيفكروني في التوك توك اللي كاين في مصر. بصراحه ملي شفتهم بقيت كنضحك عليهم، فكروني في مصر. فالمهم هادو بالنسبه للسياح اللي كيبغيو يديروا واحد الجوله شويه في الشونجيليزي ويبغيو يدوروا تمايا في ديك جيت المولات وداك الشيء، فكيضربوا دويره في هادي. فالمهم كيف ما قلت لكم بان اليوم السبت تبارك الله، والجو عندنا ما شاء الله غزال، والناس ما شاء الله خارجين بزاف، والدنيا عامره ما شاء الله. هنايا هنا اكثريه ديما 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 فيما كنخرج بصراحه هنا كنلقى الدنيا عامره، لان بصراحه بلاصه واو. وفي نفس الوقت يعني المطاعم و عندك فين تخرجي، عندك فين تدوري، في لي مارك، شانيل، ديور، اعطاه الله يعني لوي فيتون، يعني بزاف ديال لي مارك، بزاف ديال لي مارك كلهم كاينين هنايا. وطبعا كاينين هنا لي نايت كلوب وهادشي، الناس اللي كيبغيو طبعا لي الدراري اللي كيبغيو يسهروا فيهم وهادشي راه معروفين في الشونزيليزي. فالمهم البنات كيف ما كتشوفوا، حتى بالنسبه للقهاوي تبارك الله راه عرفتي عامرين، دايرين لهم جلسه على برا هنا كيف ما كتشوفوا، وتاكين حتى جلسه على الداخل، فباش صعيب باش ما يبقاش ما يكونش التزاحم بزاف، لان دايرين لهم عرفتي التباعد شويه. فداك الشيء علاش مفرشين لهم تدارين تاع هاد البلاصه هنا على برا، دايرين طابلات وهادشي، اللي بغى ياكل على برا او اللي بغى يدخل الداخل على حسب. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا غادي نكمل معاكم هاد الدويره هادي كامله اللي انا درت، نحب انكم تكونوا معايا وتشوفوا معايا وتستمتعوا معايا، حتى الناس اللي كاينين في المغرب واول مره يشوفوا هاد البلاصه هنايا يستمتعوا معايا، علاش لا. كنتمنى بانكم تتابعوا الفيديو من الاول ديالو للاخر ديالو. نخليكم مع الفيديو. انتو كيف ما كتشوفوا بان بزاف ديال لي كافي كاين هنايا وريستورون ولي بار بزاف، يعني ماشي شويه، ماشي شويه ما شاء الله. شو هنايا هادي ديال رونو كلاسيك البنات، انا دابا غادي نوريكم هاد الطوموبيله هادي، فكرتني في الطوموبيل ديال مستر بين اركات، فدارينها هنايا في رونو. فالمهم كملوا معايا الفيديو، نتمنى بانكم تستمتعوا به. البنات شكون اللي عاقل على هاد الطوموبيل هادي ديال مستر بين؟ انا نوريها لكم تبان لكم ولا الطوموبيله ديال مستر بين دايرينها في المعرض هنا ديال رونو، رونو كلاسيك. دري لا حتى هي كيتحل حتى هي الشراج من الفوق. هو من ارقى وافخم الشوارع السياحيه والتجاريه في العالم،
وكتكون فيه بزاف ديال المحلات كيف ما قلت بأنه محلات تجارية وعالمية ومطاعم راقية راقية راقية. نتمنى بأنكم تستمتعوا. شوفوا هذه الطوموبيله شهر غزالة يا البنات اللي دايزه هنايا ديال العرايسات تفكرت فيها العرايسات. المهم البنات كيف ما كتشوفوا دابا انا راه صافي يعني ساليت الجولة ديالي في شونزيليزيه، دابا واخده الطوموبيل وغدا راجعين للدار ان شاء الله. فالمهم كنتمنى بانكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو، نكونوا بانكم تاتوا درتوا معايا شويه وشتو هاد الشوارع هادو ديال باريس. نخليكم مع الفيديو، نخليكم مع الفيديو للاخر. انا ملي دزت من هنايا البنات لقيتهم بانهم في واحد الشوارع، هنا كاين في الشوارع هنا في باريس اللي هي ميدان الكونكورد، لقيتهم دايرين بانهم تيديروا التحضيرات ديال اليوم 14 في هذا الشهر هذا، حيت كيكون عندهم هما حفل، يكون عندهم 14 جويي عندهم لا فيت ناسيونال دو ريبوبليك فرونسيز هذا النهار هذا. فان شاء الله نتمنى على الله يكون مساعد ان شاء الله الحظ باش نقدر نصور لكم في هذا اليوم هذا، الا كان عندي الوقت ننزل باش نصور لكم ان شاء الله هذا الحفل ديالهم اللي كي هما كيعملوا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا الفيديو باقي شويه طويل، طبعا انا غاده في الطوموبيل وكنصور. شو كتشوف لا تور ايفيل من هنايا تاو صورت ليكم، ما نقولش لكم على الاجواء بصراحه اللي كتكون في باريس بالليل. راه نتوما عارفين بان باريس هي مدينه الانوار ومدينه الرومانسيه، الرومانسيه بصراحه جميله 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 بزاف، رائعه بصراحه وراقيه في كل شيء ليها بصراحه، كتعجبني انا كتعجبني باريس، راقيه في بزاف ديال الحوايج في كل شيء ما شاء الله كل شيء. واللي كيعجبني فيها التراث، الاحتفاظ على التراث ديالها، اي حاجه قديمه كيتهلاو فيها وكيخليوها لانها يعني شيء مفخره عندهم همايا، مفخره عندهم هما في هاد البلاد. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا راه كنت مشيت نيت واحد البلاصه يا البنات، طبعا ملا غادي نوريها لكم اللي هي نيت غنوريها لكم في الفيديو، ما عندهاش علاقه بباريس ولكن هي سبحان الله في باريس هي مدينه يعني حي مثلا او مدينه مثلا هنا في باريس اللي هي ديال بالنسبه لرجال الاعمال وفيها شركات بزاف وفيها هذه، بس سبحان الله الشكل ديالها يا البنات اللي فايت منه مشى لامريكا الشكل ديالها بحال نيويورك بالضبط، الشكل ديالها العماير ديالها والشكل ديالها بحال نيويورك. حتى هي غادي نوريها لكم، نحط لكم في واحد المقطع نيت في هذا الفيديو هذا تشوفوها. بصراحه ملي شفتها كنقول انا ماشي هي هذه، شوفوا دابا باريس كيف دايره، كيف العماير ديالها كي دايرين والطرقات ديالها كي دايرين، هذه هي باريس. بالنسبه لهذا كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الفيديو اللي انا سجلت لكم هنا ديال هاد البلاصه اللي هي كلها بيزنس بيزنس بيزنس، كلها كيف ما كتشوفوا شركات عملاقه عملاقه عملاقه. وتا بالنسبه للبنايات راه بعيدا كل البعد على باريس، يعني الشكل ديالها كانك عايش في نيويورك، يعني مدينه في مدينه نيويورك اكيد الناس بزاف غادي يكونوا عارفينها، ممكن يكونوا شايفينها في الانترنت، راه نفس سبحان الله نفس العماير بالضبط بالضبط دايرينها هنايا. هذا الشيء كيف ما كتشوفوه هنا كل شيء هنا غير بيزنس بيزنس بيزنس، هنا الشركات الخدمه يعني هنايا. وكاينين بلاصه هنا غنوريها لكم دابا، غنوريها لكم دابا، هي منطقه سكنيه ولكن اكثر الناس اللي ساكنين فيها تما هي هما الناس اللي خدامين في هذوك الشركات هذوك. فغادي نوريها لكم حتى الشكل ديال هاد البنايه هذه، الشكل ديالها راقي 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 جدا بصراحه، يعني ما نقولش لكم بصراحه كيف ما كنقول لكم بعيده البعد تام على كانها باريس لا شفتوها تقولوا بان هذه راه امريكا. ها انتوا البنات كيف ما كتشوفوا العماير الشكل ديالها رائع 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 رائع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى بانني انا نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا وبانكم تفرجتوا معايا وتنزهتوا معايا وعجبكم الفيديو.
نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او فلوق اخر ان شاء الله. واكيد كل ما غادي نخرج كل ما غادي نصور لكم ان شاء الله. غير تفتح ديزني البنات غادي نمشي ان شاء الله نصورها لكم، حيت بزاف ديال المتتبعات اللي عندي في قناه كيطلبوني كيقول لي عافاك مروه الا مشيتي لديزني او الا مشيتي لاي بلاصه صوري لنا باش كنستمتعوا وكنتفرجوا معاك. بصراحه انا كيعجبني وكنفرح ملي كنصور لكم الحاجه وكنتفرج فيها انا، وكنتمنى بانكم نتوما تفرجوا فيها لانه بصراحه كتعجبني بانكم تشوفوا وتشاهدوا معايا الفيديو. المهم البنات كيف ما المهم حبوباتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او فلوك اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه وكنحماق عليكم كاملين كاملين كاملين، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. وما تنساوش كيف ما ديما كنقول لكم بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم او احبابكم باش تعود الفائده على الجميع. خليت لكم الراحه عليكم، تصبحوا على خير في فيديو اخر ان شاء الله.